ودلوقتي جه ميعادنا مع جوله في المحافظات واهم الاخبار اللي حصلت في الغربيه امبارح، وخاصه او خاصه بتوزيع كراتين المواد الغذائيه ولحوم على 25,000 من الاسر الاكثر احتياجا، وده غير طبعا اطلاق فعاليه زراعه 1,000 شجره في اسيوط، واخبار تانية مهمه في المنيا بورسعيد وكمان في سوهاج. النهاردة هنبدأ جولة المحافظات من الغربية اللي أعلنت عن خطة عمل متكاملة في مديرية التضامن بالمحافظة لتوزيع كراتين مواد غذائية ولحوم على 25,000 من الأسر الأكثر احتياجاً بمناسبة شهر رمضان المبارك. في أسيوط تم إطلاق فعاليات زراعة 1,000 شجرة وتوزيعها بمراكز وأحياء المحافظة، وده تفعيلاً للمبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر اللي بتستهدف نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة. في المنيا تم تنظيم قوافل علاجية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللي استهدفت قرية صندفة بمركز بني مزار، وتم الكشف الطبي على 1949 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان. في بورسعيد استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وفد من المستثمرين الصينيين بالمنطقة الصناعية، وتم بحث تعزيز التعاون وإقامة المشروعات الصناعية المتنوعة اللي بتدعم خطة التطور الصناعي في بورسعيد. في بني سويف افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروع تأهيل ورفع كفاءة 33 منزل لقرية الكوم الأحمر بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه ضمن مشروع تحسين بيئة السكن. في سوهاج افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج ملتقى التوظيف الثالث اللي بيوفر أكثر من 120 فرصة عمل للخريجين في مجالات مختلفة منها مشرفين مبيعات وتسويق ومحاسبين.